راجل مش مسلم، توماس أرنولد اللي هو المستشرق والكاتب الفرنسي، بيقول ما دخلت مسجدا قط دون أن تهزني عاطفة حادة. ما دخلت مسجدا قط، بيخش سياحة هو يتفرج على ناس، ما دخلت مسجدا قط دون أن تهزني عاطفة حادة، أو بعبارة أخرى دون أن يصيبني أسف محقق على أنني لم أكن مسلما. منظر الركوع والسجود والقيام والتشهد واجتماع المصلين خلف إمام واحد ما هوش من قبيلتهم مثلا، مش من عيلتهم، ما هوش إنسان بينفق عليهم أو ليه عليهم منة وبيديرهم بظهره. أغرب مشهد قيادي في الدنيا مشهد صلاة الجماعة، المدير مدي ظهره للمدارين مش شايفهم، وهم مش خايفين منه، وهو مش محتاج يزعق ويعلف صوته ويدي جزاءات ويفرض شروط، وهو ماشي المجموعة زي الألف، وما يتجرأ واحد منهم أن يسبقه أو يسابقه. ليه؟ النبي مرسلهم الموضوع ودورهم ومات وسابها ماشية كده صلى الله عليه وسلم من غير ما تنهز قيدة شعرة. كان منظر مهيب جدا، وانا بتعجب ازاي يكون القائد ظهره للجنود بتوعه وبعدين بيسمعوا الكلام ولا يتخلف احد، لا محتاج وهي وعيد ولا تهديد ولا اي حاجه. الله اكبر ينفذه، سمع الله لمن حمده ينفذه، الله اكبر ينفذه، الله اكبر، بس هو مش شايفهم ولا هم شايفين غير ظهره. فمنظر فعلا الانسان يتدبره ويعقله يعرف يعني ايه نعمه الله عز وجل علينا بالمسجد وصلاه الجماعه. توماس ارنولد بيقول في موضع تاني في الصلوات اليوميه يتجلى هذا الدين في طريقه تزكيه خاشعه مؤثره. لا تستطيع ان تترك العابد والمشاهد كليهما غير متاثرين، اللي بيصلي متاثر واللي بيتفرج عليه من غير المسلمين مهزوز بيتزلزل من جوه. ذكر توماس أرنولد أن مشهد صلاة الجمعة في مسجد كان عاملا حاسما في تحول سعيد بن الحسن أحد يهود الأسكندرية إلى الإسلام، وذلك في سنة 1238 ميلادي. سنة 1238 ميلادي يعني قرابة قد إيه؟ ده يعني 800 سنة وشوية.